صلاة السلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي ولله الحمد ما يتعلق بالقسم الثالث، الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. ثم قلنا أن المؤلف رحمه الله أورد الباب الرابع وهو سبب كفر بني آدم، حتى نغلق هذه الأمور ولا يكون هناك سبب لفتح باب شرع على الناس. ثم عقد القسم الخامس دحث حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة في الجزيرة. ومن عادة المؤلف رحمه الله أنه يجمع المسائل يشمل ثم بعد هذا يفصل. الآن بدأ في التفصيل، بدأ بالأعمال الشيطانية. ما علاقة السحر بالتوحيد؟ لو قال لك قائل، المؤلف قال باب ما جاء في السحر، ما علاقة السحر بكتاب التوحيد؟ ليس له علاقة، أو له علاقة؟ طب العلاقة ما هي؟ السحر قطع علاقته بينه. أكبر بوابة لدعوة الناس إلى الشرك بالله السحر، أكبر بوابة فيها دعوة الناس إلى الشرك بالله في باب السحر، لأن الشيطان عبد عند من؟ الساحر عبد عند الشيطان، والشيطان يأمر الساحر بأمور، يسجد ويركع له وكذا، والساحر يريد يعبد الناس إلى الشيطان. طيب، علامات يعرف بها الساحر، العلامات يعرف بها الساحر شروط جواز الرقية، أن تكون الرقية بالكتاب والسنة وبأسماء الله وصفاته. شوف نكرر يا شيخ أكثر من 10 مرات الآن، يحفظ بإذن الله يحفظ، تكرار يعلم الشطار. أن تكون من الكتاب والسنة وبأسماء الله وصفاته، لا كتاب ولا سنة ولا بأسماء الله وصفاته، أو يأتي بأسماء شياطين، حمروش كذا ينادي مثلا فتقول أنت ساحر، هذه علامة. يتكلم بكلام غير مفهوم، يتمتم كذا، تعتقد أنه سبب. الساحر ما يجعلك تعتقد أنه سبب، يخوفك، يقول اسمع ترى مرضك خطير جدا وأنا غير مسؤول عنك بعد 3 ساعات، لأن هؤلاء يصنع وأنا حدي هذه 3 ساعات، فلا بد أنك تتحرك. قال إيش أصنع؟ يأتيك بأشياء تعجز عنها، يقول ما مرض هذا خطير جدا، نحتاج إلى يعني حتى يحل هذا السحر نحتاج إلى مال، فأر يتيم. هذا يقول أنا كيف أعرف أنه فأر يتيم؟ قال لا طيب، قرد أعمى، قرد ما استطيع عاتب قرد، كيف قرد أعمى؟ سحروا أعين الناس واسترهبوهم. يقول لك عندي رجل يأتي بهذا من أدغال أفريقيا لكن يحتاج إلى 5000. لا يلزم أنه الساحر يطلب منك مال، أحيانا ما يريد منك مال، يريد تكفر بالله وتعبد الشيطان، يسأل عن اسم الأم، يأمرك بأشياء مخالفة للشريعة، يقول ما تغتسل مدة 20 يوم، وما تسمي على الطعام ولا على الشراب. فهذا يقول يا أخي كيف ما اغتسل؟ يقول أنت مريض، ليس على المريض حرج. يقول لابد تتوضأ من هذا الماء، ماء مبارك عندي، ماء مبارك، وهو أكرمكم الله بول، ويأتي يتجه للقبلة يقول يا أخي وين القبلة؟ قال هذا القبلة. قال لا أنت مريض، أنت ما تعرف القبلة كذا. يقول يا أخي هذا استدبار للقبلة. يقول لا أنت مريض، أنت مع السحر ما ترى شيء، وهو في الحقيقة يعبد من؟ يصلي للشيطان. العقد مع النفث، الله سبحانه وتعالى قال ومن شر النفاثات في العقد، من علامة الساحر يعقد وينفث. النظر في النجوم، نظر في النجوم. كتابة أبجاد، حروف مقطعة، يعني يكتب لك الآن قل هو الله أحد سين،
الله الصمد كاف، أو في ما تروه الآن في الخواتم عندنا مثل المربعات سين كاف هاف ها عين واو زاي لام هكذا. معنى هذه الحروف المقطعة الكفر بما تقدم، قل هو الله أحد سين يعني أكفر بما هذا الذي تقدم، وأسمى شياطين وكذا. التفريق يسميه العلماء الصرف والعطف، إما ينصرف يعني يبتعد عن زوجته أو عن غيرها، أو ينعطف على زوجته أو على غيرها. تفريق. كذلك قراءة الكف، فنجان، الضرب على الرمل على الأرض. نعم إخواننا في القديم الساحر كان يعني في مكان مظلم وثياب يعني متسخة وفي وصعب الوصول إلى الساحر في القديم. في العصر الحاضر أسهل ما يكون الوصول إلى الساحر، في ثواني تصل الساحر عن طريق هذه الأجهزة الخبيثة. أي والله، قنوات تلفزيونية، رسائل انترنت، واتساب، كذا كذا كذا، في ثواني قد يكفر نسأل الله العافية والسلامة الواحد. تأتي رسالة، فلان أرسل لنا رسالة فيها اسمك واسم عشيقتك أو زوجتك، ونرسل لك حظك سعيد أو تعيس. تبغى تعرف شخصيتك، هل أنت يعني عاطفي عصبي غرامي كذا، أرسل لنا رسالة. ترسل رسالة لا تقبل لك صلاة 40 يوم، تستقبل الرسالة الثانية يكون بهذا نسأل الله العافية الكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في ثواني. لا تظن أنه اتيان الساحر فقط بالمجالسة، مجالسة إرسال إنسان، إرسال رسالة، النظر في القنوات التلفزيونية هذه اللي فيها السحر والكهانة، الاتصال، رسائل انترنت، رسائل SMS، رسائل واتساب، هذا كله شيء واحد. ففي القديم كان وصول الساحر صعب، الآن وصول الساحر أسهل ما يكون. الساحر يكفر يقتل ولا يستتاب، وتوبة علم عند الله. طيب المؤلف ذكر 4 أبواب في السحر، 4 أبواب، وهذا من أحسن ما يكون في الترتيب. باب ما جاء في السحر، ثم أراد أن يبين لك في الباب الثاني بيان شيء من أنواع السحر. لماذا؟ لأنه تنوعت الطرق اليوم، منها أنه المؤلف ذكر الغيبة والنميمة. ما علاقة الغيبة والنميمة بالسحر؟ لأن النمام يفرق في ثانية ما لا يفرق الساحر في سنين، صحيح؟ وهذا يعني ما تسمع اليوم بعض الناس هدانا الله إياه، يعني الآن وزعنا عليكم القول المفيد، هذا مو أنا يا رجل، هذا من توفيق الله. فهذا الأخ أخذ القول المفيد وهو ماشي، قابل إنسان في الطريق قال إيش ذا؟ قال قول مفيد. قال ما شاء الله بن عثيمين. قال إيه. قال الله اغفر له وارحمه، والله ما شاء الله، لكن الشيخ عنده كذا، عنده كذا، هذه تهدم كل شيء. ولعله ما عاد يحضر الدرس هذا الأخ بكلمة واحدة، قال لأن النمام يفرق في ثانية ما لا يفرق الساحر في سنين. صحيح؟ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه داهية من دواهي العرب، يقول ما غلبني إنسان قط، ما غلبوا أحد إلا غلام، حتى يقول مو رجل، غلام غلبني. يقول خطبت امرأة فجاءني هذا الغلام وقال يا أمير، المغيرة أمير، عين عثمان رضي الله عنه على الكوفة ثم البصرة، فقال يا أمير
رأيت رجل يقبل هذه المرأة فترك. فبعد فترة وجد الغلام زوج لهذه المرأة المغيرة، أمسكوه أمير، فقال: ألم تقل؟ قال: والله لي كذا وكذا. قال: والله يا أمير ما كذبت عليك، رأيت والدها يقبلها. فيفرق النمام ما لا يفرق. وإن من ذكر المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة، إن من البيان الفصاحة، لأنه قد يتكلم وبالبيان والفصاحة يقلب الحقائق، يجعل الحلال حرام والحرام حلال. فإذا كان البيان والفصاحة يحق يكون به إحقاق للحق وإبطال الباطل، هذا حق، وإلا فهو باطل. ومثل ما يصنع الساحر يقلب الحقائق، سحروا أعين الناس واسترهبوهم. بيان شيء من أنواع السحر، ثم أراد أن يبين لك من هو الساحر في الباب الثالث، ومن هو الكاهن والعراف والمنجم والرمال. يقول: كلهم يدعون علم الغيب. حكم إتيان هؤلاء؟ قال: إتيان هؤلاء إذا أتاه سواء بالمجالسة أو أرسل رسالة أو كذا لا تقبل له صلاة 40 يوم. صدق كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكيفية الإتيان هذا تقدم معنا. وقع السحر، ماذا تصنع؟ ذكر لك الباب الرابع، حل السحر عن المسحور، النشرة. النشرة قال هي حل السحر عن المسحور. والنشرة كما ذكر ابن القيم تنقسم إلى قسمين: نشرة حل سحر عن المسحور بالرقية الشرعية بشروطها والدعاء الدعوات، أدوية مباحة، شرب العسل، الحجامة مثلا، هذا جائز. الثاني من النشرة من عمل الشيطان. لو وجدنا من علماء أهل السنة من يقول أنه يصح أن يحل السحر بسحر، ماذا نصنع؟ نقول القاعدة عندنا متشابه وعندنا نصوص محكمة، صح؟ مخالف للكتاب والسنة وأقوال السلف، الصحابة والسلف الصالح، وهذا في تقوية للسحرة وتضعيف للتداوي بالقرآن، وهذا مظنون. العلاج بالسحر مظنون والعلاج بالقرآن يقين، كيف تترك اليقين للظن؟ ثم الآن الساحر الثاني ايش يصنع لك حتى يحل السحر الأول؟ يصنع لك سحر جديد، فما استفدت شيء. بدل أن كان لديك سحر واحد أصبح لديك أكثر من سحر. ثم الساحر الثاني ما يمكن يقرب لك شيء حتى يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان فيبطل عمله على المسحور. لازم تقرب شيء، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى تتعلم الأمة. ماذا تصنع؟ أنه يصبر. مرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إني أسرع وتكشف. قال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قل: يا أخي اصبر، لك الجنة، وش تريد أحسن من هذا؟ قالت: أصبر ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. هذا بكل هذا يزول الإشكال الذي يورد بعض الناس يقول أنه يصح أن يحل السحر بسحر، ما يمكن. طيب بهذا يعني انتهى ما يتعلق بشيء من الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ثم ذكر باب التطير. أخواننا التطير هو التشاؤم بمرء أو مسموع أو معلوم زمان ومكان. التطير هو التشاؤم بمرء يرى شيء، بومة، رأس، ثور، إنسان أعور أو أعرج، أو معلوم. التطير هو التشاؤم بمرء أو مسموع، يسمع صوت حمار، صوت كلب أو كذا، أو معلوم أزمنة وأمكنة. في بعض الناس يتطير ببعض الأزمنة وبعض الأمكنة، وحتى بعض الثياب وبعض الأرقام بعض الناس، صح؟ تطير أمر نسأل الله عافية والسلامة، هو في الأصل شرك أصغر وقد يصل إلى الأكبر. صور للتطير: يرى بومة، إنسان
يعني مثلا فيه عاهة أو كذا، يسمع بعض الأصوات، تأتي حكة مثلا في يد اليسرى أو كذا، يصنع يعني بعض الناس عندنا اليوم. وبعض الناس إخواننا اليوم يعني يتطير بماذا تدري؟ يتطير بالمصحف، يتطير بالمصحف. يعني هو متردد الآن، تزوج ولا ما يتزوج، فايش يصنع؟ يأخذ المصحف ويفتح كذا، خلاص وضع وقع نظره على آية فيها أفحكم الجاهلية يبغون، يقول أعوذ بالله، إذن ما تزوج. وقع نظره عندما فتح على آية فيها رحمة ادخلها بالسلام من آمنين، قال توكلنا على الله. هذا التطير بإيش؟ بالقرآن. الثاني يأخذ وردة يأخذها، أتزوجها ما أتزوجها؟ أتزوجها، صح؟ هذا إيش؟ تطير. عندنا يعلم الأولاد الصغار، والله انتبه، يعلموه تبي تختار أنك تمشي أو لا تمشي، تدخل أو لا تدخل، حادي بادي كرمبو زبادي شالو حطو كله في هذه، هذا تطير استقسام بالأزلام، يعلم الصغار، صح؟ صحيح؟ إيه نعم. وبعدين قال لا احنا عرفنا التوحيد ما في داعي نعلم التوحيد. ملك من الملوك في زمن من الأزمان أراد الخروج إلى الصيد، بعدما أراد الخروج قال له الوزير أخرج معك، فقال الملك لا بأس تعال معي. عندما أراد الخروج جرح الملك في إصبعه، فقال الوزير للملك الحمد لله لعله خير. غضب الملك قال لعله خير؟ قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. قال لا، أنت فرحت أني قطعت، أدخله السجن. فأدخل الوزير إلى السجن وأغلق عليه باب الزنزانة وقال له سجنت؟ قال نعم. فقال للوزير الملك للوزير مستهزئا به قال سجنت؟ قال نعم. قال لعله خير، ومشى الملك في حاجته في الصيد. وهو في الصيد أمسكوه جماعة من الناس، قال ماذا تريدون؟ قال نحن لنا أيام نبحث عن إنسان نقدم قربان للآلهة. قال أنا ملك. قال الحمد لله كبش سمين، لن نجد أحسن منك، قيدوه. فعندما أرادوا وضع القيد في يده وجدوه مقطوع الأصبع، قال أنت معيب ما تصلح أن تكون قربان للآلهة. تركوه رجع للوزير مباشرة وأخرج الوزير من السجن وقال والله إن قطعي خير. الوزير قال لا والله بل سجني خير. قال لماذا؟ قال لي أنا لست بمعيب، لو كنت معك في الصيد كنت الآن في عداد الأموات. إخواننا المؤمن ما يتشائم أبدا ولا يتطير أبدا، دائما متفائل، هذا الموحد. إذن عندنا فأل وعندنا تطير. الفأل الكلمة الطيبة، والتطير قلنا التشاؤم بمرء ومسموع معلوم زمان ومكان. الفأل مستحب، التطير شرك أصغر. الفأل حسن ظن بالله، والتطير سوء ظن. الفأل انشراح في الصدر، التطير انقباض في الصدر. الفأل حال الموحد، التطير حال المشرك والمنافق. التطير ما أمضاك أو ردك، يعني متردد تزوج ولا ما يتزوج، فإيش يصنع؟ يبحث عن أي شيء، لكن الفأل ما يجعله يمضي ولا يرجع. مثال الشيخ عبد الإله في القديم، مو الآن، خطب امرأة ومتردد يتزوجها أو لا يتزوجها، إيش يصنع؟ اصبر اصبر. ف
فقال سأل الولي قال إيش اسم الزوجة؟ قالوا اسم الزوجة هو متردد الآن يقدم ولا لا؟ قال اسمها صخرة. قال أعوذ بالله تركنا نكاح هذه المرأة. هذا إيش؟ تطير. مفهوم؟ قال لا اسمها وردة مثلا. قال توكلنا على الله. إذن تطير هنا. لكن هو يعني اتفق مع الولي على كل شيء وما أضف النكاح. وقال ما اسم الزوجة؟ قال اسم الزوجة سعاد. قال الله يسعد أيامه. جعله يمضي أو يرجع؟ لا. إذن هذا يصح. إذن التطير ما أمضاك أو ردك، وهذا ما يجعل يمضي ولا يرجع. هذا الفرق بين الفعل والتطير. علاج التطير، علاج التطير أولا دراسة التوحيد، لأنه بالتوحيد تتوكل على الله وتعلم أن الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى، وتكل الأمر إلى الله وأنت تمضي. صحيح. الثاني ما يجعلك أي شيء ترجع أو تمضي إلا أسباب شرعية أو حسية. يعني ما يرجع لأنه يرى طير أو يسمع كلام أو يصنع كذا. أي نعم. يقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم التطير ذكرنا أن الأصل فيه أنه شرك صار وقد يصل إلى الشرك الأكبر. وكانوا في الجاهلية عندهم قبائل معروفة بالتطير، واليوم إخواننا ترى يعني كثير والله بعض الناس يضحك. فهذا إيش يقول الله كفينا شر الضحك. الله كفينا شر الضحك. ما معنى هذا؟ كأنه يقول أنه بعض الضحك تجي المصيبة. صح؟ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وما قال أحد الله كفينا شر الضحك. صحيح؟ نعم. بعض الناس يجيك الصباح يقول والله يا أخي اليوم نفسي مقبوضة، أشعر أن المصيبة قريبة، الله أعلم ما يجي الظهر ولا قبل الظهر إلا جاء الخبر، أو جاء فلان قال الله المستعان هذا جاء خلاص معروف أن اليوم جاءت أسأل الله يخففها. بس ما يجوز. صحيح موجود هذا أخواننا ولا لا؟ إيه صحيح. الأشياء يعني عندهم في العين اليمنى، العين اليسرى، الكذا، البومة، بعض الأرقام، بعض يعني قالوا رقمك هنا في عندما سجلنا الأرقام جاءوا رقم 6. قال والله 6 ما أخذ 6 والله لو إيش يصنع، ما أمر من هذا الشارع. لماذا؟ قال كل ما أمر من هذا الشارع يحصل لي حادث. هذا التطير بالطريق. بعض الناس يقول هذا الثوب والله ما عاد ألبسه، كل ما ألبس هذا الثوب يحصل لي كذا. هذا التطير. ما علاقة الثوب هذا بهذه الأمور؟ أعطيكم في القديم كانت العراق ملكية، والمهم ملك من الملوك أرسل رجل إلى العراق، بقي عندهم في العراق فترة وبعدين رجع إلى بلاده. يوم رجع إلى بلاده حصل انقلاب على هذا الملك اللي في العراق وذبح معه 20 أيضا. فقال الملك لهذا الرجل قال أنت شؤم على العراق، أنت لأنه مجرد رجع قضي على الملك في العراق وكذا. فقال أنت شؤم على العراق. فهذا ذكي قال الملك قال اسمع يا طول العمر ارسلني على اليهود، ما تحتاج دبابات ولا طائرات ولا غيره، اذهب اليهم وسلم عليهم وارجع ويغض الله عليهم. ممكن؟ لا. كان يقول هذا امر كتب الله، لانه بعض الناس يتكلم عن بعض الناس يقول فلان شراره. صح؟ ما يجوز. فلان منحوس ما يجوز. إذا كان فلان شرارة أو منحوس يا أخوانا ودوه فين؟ ها؟ على اليهود على طول، يقضي عليهم ويرجع. ما له علاقة هذا أمر كتب الله.
فأحيانا بعض الشباب أحيانا في رحلة أو كذا قال والله فلان ما يركب معنا، والله ما يركب أنا ما أروح إذا في كذا، ما يجوز هذا. هذا أيضا تطير موجود إخواننا، هذا الشرك أصغر إخوان، تطير ما يصح هذا. طيب بعدها ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بعلم النجوم. النجوم علم النجوم انقسم إلى قسمين، علم تأثير وعلم تسيير. علم التأثير أن يعتقد أن النجوم هي المؤثرة بذاتها أو أنها سبب في الحوادث الأرضية، هذا الشرك أكبر الأول، والثاني شرك أصغر. الثاني علم تسيير وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يستدل بالنجوم على الجهات، أوقات الزرع، فصول السنة، هذا جائز، يستدل بالنجم على جهة القبلة، هذا واجب لأنه يؤدي إلى واجب. إذن علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم تأثير وعلم تسيير. علم التأثير أن يستدل بالنجوم على الحوادث الأرضية، يعتقد مؤثرة بذاته أكبر، يعتقد أن سبب، هذا أصغر. علم التسيير وعلاماته وبالنجم هم يهتدون، هذا جائز أو واجب. طيب كذلك يعني كيف الله سبحانه وتعالى يخلق النجم، فالنجم مخلوق، ويجعل الله سبحانه وتعالى له مكان، صحيح؟ لا أقسم بمواقع النجوم، مخلوق وجعل الله سبحانه وتعالى له موقع. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون معنى الآية ما رزقكم الله تكذيبا، حيث تنسبون النعمة الغيث إلى من؟ إلى النوع، وتقولوا مطرنا بنوع كذا وكذا، وهذا نجم لا علاقة له ولا قدرة ولا اختيار. فالناس عند النعمة ينقسموا إلى قسمين، مؤمن وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول الغيث. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك قال مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا متى؟ عند النعم. هذا يعني ما يتعلق بالأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في الأعمال الشيطانية. وذكرنا لكم أن المؤلف يجمع في أول كتب المسائل ثم بعد هذا يبدأ بالتفصيل. ذكر ما يتعلق بالسحر وعرف لك السحر، وأن السحر كفر، وأن الساحر يكفر، وأنه يقتل ولو استتاب من السلطان، وبين لك أنواع السحر حتى تجتنبها، وأنه تنوعت طرق السحر في العصر الحاضر. يعني حتى يعني بدأوا يا إخواننا والله في العصر الحاضر يهيئ الناس لأمور، منها يقول هذه ألعاب بهلوانية، ألعاب سحرية، ألعاب كذا، تنويم مغناطيسي، برمجة عصبية. إيش تعرف برمجة عصبية؟ البرمجة العصبية يعني ما أتحمل أمرك، يقول هذا مبرمج مثل الكمبيوتر. الآن هل تستطيع أن تمشي على الجمر؟ ما يستطيع. لماذا؟ لأنه مبرمج على هذا، مبرمج أنه مبرمج أنه إذا مشى على الجمر يحرق. قال لازم تغير هذه البرمجة. كيف تغير هذه البرمجة؟ تصنع ديليت لهذه المعلومات، أبجريد، وتنزل معلومات جديدة أن تمشي وما تحرق. قال كيف أمشي ما أحرق؟ قال لأنك مبرمج، غير هذه البرمجة العصبية. فقال غيرت، كل شيء تمام؟ قال تمام. تمشي؟ قال أمشي. تحرق؟ قال ما أحرق. تستطيع أن تطير في الهواء بيديك؟ قال نعم، غيرت البرمجة الآن يمشي يطير في الهواء، ممكن، يتحمل الشياطين، صح؟ هذا يسميهم
برمجة عصبية، هو في الحقيقة شياطين وسحر وكهانة. وفي العصر الحاضر الآن مثلا أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الخمر يسمونها بغير اسمها. الآن يعني يريد أن يهيئ الشباب لشرب الخمور، صدق والله اسمع، العلامة نفس العلامة، عندنا هنا بيرة وفي الخارج المملكة بيرة، نفس الاسم نفس الشركة نفس الزجاجة، هذا بدون كحول صحيح، واللي في الخارج فيها كحول. لماذا يأتوا بنفس الأسماء وبنفسها؟ حتى إذا خرج من السعودية وجد هذه أخذها وشربها ولا عنده إشكال، صح؟ في القديم أول إحنا لو يجيبونا مثل هذه القوارير والله ما نقبلها، الآن شيء فشيء يعني تقبل وكذا وتمشي، حتى إذا تعدى وخرج أصبح كثرة المساس تميت الإحساس، صدق، يجعل نفس الاسم نفس المسمى نفس القارورة نفس الرائحة كل شيء، يهيئ الشباب حتى إذا خرج يعني ما يبالي، كان يشربها هنا والحمد لله هنا ما فيها خمر ولا فيها كحول، لكن في الخارج فيها ولا شك، ويهيئ على هذه الطريقة. أي نعم. طيب ذكر أيضا المؤلف تعويذات أيضا. الآن عندنا فيلم كرتون، فيلم كرتون الصغار يعلم الصغار تعويذات يسموها تعويذات، تعويذة يقولها إذا خاف وإذا أراد أحد أن يتعدى عليه وإذا سجن وإذا أراد أن يصنع كذا، الصغار يعلمهم هذه التعويذات، والله موجودة هذه في أفلام كرتون، فيقول التعويذة إذا حدث له كذا إذا حدث له كذا، التعويذة يعني يستعيذ بمن؟ بغير الله. إيه نعم. طيب ذكرنا ما يتعلق بالتطير وما يتعلق بالنجوم والاستسقاء بالأنواع، كم بقي؟ ها؟ ما شاء الله. طيب نكتفي بهذا، نأخذ 10 دقائق وبعد إن شاء الله نكمل الأعمال القلوب إن شاء الله تعالى. والمسلم ما يتشائم أبدا أبد، ما يتشائم دائما متفائل، يقول طيب ورد حديث إن كان الشؤم في شيء، يقول ابن القيم رحمه الله أولا الحديث هذا في اختلاف في صحته وفي ألفاظه، وفي بعض ألفاظ الحديث إن كان الشؤم، يعني حتى هذه الثلاثة ليس فيها شؤم. الآن تشتري سيارة وهذه السيارة يعني كل يوم تأخذ تذهب بها للورشة وترجع، وإيش تصنع؟ تتشائم، تبيعها وتشتري أخرى، صح؟ الحمد لله لا إشكال بهذا، ما تتطير. سكنت في بيت وجدت أن الجيران الحمد لله بخير، والهدايا والعشوات والجيران والمسجد قريب وكل شيء الحمد لله، وانتقلت من هذا لبيت آخر، بيت آخر جيران مؤذين والسقف يخر والمويه تنقطع ورائحة كريهة والمسجد بعيد، إيش تصنع؟ تخرج من هذا الدار ولا تتطير ولا غيره، هذا أخذ بالأسباب وانتهى الأمر، مفهوم؟ أي نعم. إذن حتى هذه الثلاثة يقول ابن القيم ليس فيها تطير ولا تشاؤم، المسلم ما يتشاؤم أبدا دائما يتفاءل. خلاص ذكرنا إحنا أي. التعليق الشيخ نكتفي بهذا 10 دقائق إن شاء الله نعاود، والله بقي معنا الاستخارة. إخواننا الاستخارة فيها إشكالات والله أعلم. الآن الاستخارة متى تكون؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر، يعني ها الآن متردد يسافر أو لا يسافر، يستخير؟ لا، يدعو ممكن، اللهم اختر لي أو كذا، لا. لماذا؟ لأنه في الحديث قال إذا هم أحدكم بالأمر، أمر واحد. حتى في الدعاء تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيسره لي، صحيح.
فالآن هو متردد يدعو الله سبحانه وتعالى في سجوده وكذا، وإذا هم على أمر أنه يسافر الآن إيش يصنع؟ يصلي ركعتين غير الفريضة، يصلي ركعتين غير الفريضة، وقبل السلام يدعو بالدعاء الوارد لا بعد السلام. هذا الذي يرجحه الشيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع، أن الدعاء يكون دائما قبل السلام، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، دائما قبل السلام الدعاء، يدعو هذا الدعاء. وش يصنع بعد الصلاة؟ قالوا ينام، ينام. إذا رأى في المنام يعني أشياء طيبة وكذا معناه هذا أنه يمضي، وإذا رأى كوابيس يرجع. إذا صنع هذا ترى تطير، صح؟ إيش علاقة المنامات في الاستخارة؟ ما لها علاقة، مفهوم؟ هذا اللي يقول بعض الناس أنه ينام وكذا. أنت الآن عندما تستخير تكل الأمر إلى من؟ تقول يا رب أنت الذي تعلم، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وأجله، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وتكل الأمر إلى الله وتمضي. ما ضاف السفر وحصل له خسارة كسرت السيارة، إيش يقول؟ يقول هذا الذي اختار الله لي كله خير، صح؟ أي نعم. يقول أنا والله ما أندم لأن استخرت، وهذا كتب الله لي والحمد لله، مفهوم؟ أي نعم. فهذا الذي تصنع الآن أنت الآن مثلا يا أخواننا، يقول ملك من الملوك أراد الخروج يوم في حاجة له، فتطير بإنسان، عندما خرج تطير بإنسان، قال ادعوا السجن، فأدخلوا السجن ومضى الملك في حاجته، ثم أخرج هذا الرجل، خرج هذا الرجل جاء للملك قال أسألك بالله ما الذي صنعت؟ يعني ماذا أدخلتني السجن ثم أخرجتني؟ قال خرجت في حاجتي وتطيرت بك. قالوا بعدين ماذا حدث؟ قال حدث أنه حصل لي كل خير. قال سبحان الله، تطيرت بي وحدث لك كل خير، ولم أتطير بك وحدث لي كل شر. إنسان ما يتطير أخوانا، ما له علاقة، كل ما يقدر الله عليك ترضى وتسلم ولا تتطير ولا غيره. حدثني رجل من الذين يعملون في العقارات، يقول كان عندي موعد مع تاجر من التجار بيع قطعة أرض كبيرة وفيها يقول ربح، يقول خرجت قبل الموعد بساعتين دنيا، يقول خرجت، يقول والله عندما أردت الخروج من البيت انقطع الثوب، يقول ما طرأ لي على بال لا تطير ولا غيره، يقول غيرت ثوب ثاني خرجت، يقول ركبت في السيارة، يقول وجاء واحد وأنا والله في السيارة يقول وصدم سيارتي، لكن الحمد لله يقول شيء يسير، يقول تركته ومشيت، وقفت عند الإشارة يقول ويأتي واحد يقول قاطع إشارة ويدخل وكسر سيارتي، يقول جاء المرور واتفقنا على موعد بعد موعد العقار، يقول سحبوا السيارات وذهبت إلى صاحبي هذا واتفقنا وأخذت النسبة ورجعت إلى صاحبي في المرور تنازلت عنه ورميت هذه السيارة واشتريت سيارة جديدة ولله الحمد. يقول لو تطيرت من الأول ما حصل لي كل هذه الأمور التي كان، فما يتطير الإنسان إخواننا أبد ولا تشاء. إخواننا انظر إلى أول الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا حصل؟ عودي وأوذي وشتم النبي صلى الله عليه وسلم وحورب وأدم عقبه وكذا وكذا، إيش صنع؟ تفاءل عليه الصلاة والسلام. هذا حال الموحد، دائما متفائل، لأنه بعض الناس يعني خلاص مجرد يسمع بعض الكلام وكذا يقول انتهينا هزمنا حصل كذا حصل كذا. وبعض الناس نسأل الله العافية والسلام أخواننا يعني دائم تسأل كيف الحال، قال والله تعباني، كيف الخفشي، قال يا رجل والله هذه ما هي خفشي هذه كذا، كيف
إيه. وبعض الناس تسأله كيف الحال، قال والله في نعمة. قال غلاء الأسعار، قال والله يا شيخ هذه من ذنوبنا. قال الجو طيب، قال والله من أحسن ما يكون. قال حرارة هذه، قال الحمد لله عندنا تكييف. دائما بعض الناس تسأله دائما يحمد الله وقال احنا في نعمة واحنا في خير واحنا في كذا. والله يوم كنت اخواننا في المستشفى وانتظر ومعي احد الطلاب جالس بجانبي، المهم جاء ولد منغولي، تعرف هذول المنغولين ما يشبه احد، واخذوا هذا الطالب وضمه. وانا سألته من هذا؟ اليوم لو عندك ولد منغولي وجاك انسان وقال لك من هذا، تقول يا شيخ تعيله بس، بس الله ياخذه بس ونرتاح. صح صحيح، وتعبنا والحكومة ما تصنع لنا شيء وكذا. والله هذا سألته قلت من ذا؟ قال هذا الله سبحانه وتعالى أهدى لي هذا الولد، وأسأل الله أن يكون هذا الولد سبب دخولي. والله يقول ما راجعت في الحكومة ولا أريد من الحكومة فلس واحد، أريد أنه هذا الولد أنا أنفق عليه يكون سبب دخول الجنة، أحبه عن بقية الأولاد. يقول أرسل الله لي أضيعه، والله ما أضيعه. شوف هذا، إذن هذا وقت السراء إيش يصنع؟ صح؟ يقول شيخ الإسلام المسجون من سجن عن ربه. شيخ الإسلام في السجن يكتب رسالة لأمه، تخيل أنك شيخ الإسلام ومسجون ظلما وقالوا لك اكتب رسالة لأمك، ايش تكتب؟ ظلمنا والحكومة اي صحيح. هذا في أول رسالة كتب بعد البسملة والحمد لله والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد فما زلنا في نعم الله، وما زالت نعم الله تتوالى علينا نعمة بعد أخرى، وما زلنا في ازدياد، وقد فتح الله علينا بفتوحات، ولولا ما تعلمي ما نحن فيه لأتينا إليك ولو على الطير، وسلمي على القريب والبعيد والصغير والكبير. هذا في السجن. إذن لو خرج ايش يقول؟ كتب رسالة لإخواني من السجن، كتب في أول رسالة وأما بنعمة ربك حد. في السجن المسجون من سجن عن ربه. فإخواننا لابد دائما يكون إنسان متفائل. نعم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم.